Audio Jungle. Audio Jungle. الخواص العامة رقم واحد في الخواص العامة اللي احنا هناخدها اسمها الكتلة الذرية. رقم اتنين اسمها نصف القطر الذري او نصف قطر الذرة، وده بيعبر عن الايه؟ عن الحجم. هناخد بعد كده عندنا تلاتة حاجة اسمها الخاصية الفلزية. دول كده اول ايه؟ اول سبورة. طب ما تيجي نصلي على النبي كده الاول ونعرف يعني ايه كتله ذريه. كلمه كتله ذريه عندنا معناها وزن الذره، كتله الذره. طب هي الذره كتلتها بتركز فين؟ في النواه. فلما اقول لك كتله الذره يعني كتله النواه. طب هي النواه جواها ايه؟ مش جواها بروتونات ونيوترونات؟ صح يا جماعه. طيب تاني حاجه عندنا معناها وزن ذري، هي الوزن وزن الذره نفسها. معناها ايه كمان؟ العدد الكتلي. طب مستر انت بتقول لنا الكلام ده ليه؟ عشان ممكن اجي بعد كده واقول لك الاف اي مثلا 56 26 في المسائل بعد كده، سواء كان باب رابع او باب تاني او كده، واقول لك مش مديك الكتله الذريه ومديك العدد الكتلي، تعتبر ان دي هي الكتله الايه؟ الذريه. طب مستر لما جم يشوفوا العدد الذري بيزيد في عناصر السلسله الاولى، العدد الذري بيزيد، طب هل الكتلة الذرية بتزيد ولا بتقل ولا ايه اللي بيحصل بزيادة العدد الذري؟ لقوا ان الكتلة الذرية بتزيد. اشمعنى؟ تعالوا نشوفها واحدة واحدة كده مع بعض. احنا قلنا هنا عندي السكنديوم 21، التيتانيوم 22، الفناديوم 23، الكروم 24، المنجنيز 25، ها الحديد 26، الايه كمان؟ كوبالت نيكل. دول كام؟ 27 28، في النحاس 29، في الخرصين 30. طب مش احنا بنقول يا جماعه العدد الكتلي او كتله الذره بتتركز في النواه، بتعتمد على عدد الايه؟ البروتونات والنيوترونات. طب ما انا عندي هنا العدد الذري بيزيد، يبقى عدد البروتونات بايه؟ بيزيد، يبقى العدد الكتلي بيزيد، يبقى الكتله الذريه بايه؟ بتزيد. فلما اقول لك هنا تقول لي الكتله الذريه كده بتزيد بزياده العدد الذري، كتلة الذرية بتزيد بزيادة العدد. بس لقوا هنا في شذوذ بسيط جدا هنا كده في الحتة دي كده، لما جم ينزلوا يشوفوا العدد الذري ده بتاع ايه؟ لقوا بتاع عنصر النيكل 28. مش 28 ده النيكل يا جماعة؟ طب اشمعنى النيكل؟ اشمعنى النيكل هو اللي نزل؟ هو يعني ايه شذوذ هنا؟ يعني ايه شذوذ النيكل عن تدرج الكتلة الذرية في السلسلة الأولى؟ قال لك يعني الكتله الذريه بتزيد تزيد 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 لحد هنا، تيجي عند النيكل تقل وترجع تزيد تاني. بمعنى لما اقول لك مثلا الكتله الذريه للحديد مثلا 56 يو، للكوبالت 58.9 من 10 يو، للنحاس 63.5 يو، طيب للخرصين 65 وهكذا بتزيد. طب المفروض ان النيكل الطبيعي يبقى كام؟ 59 60 61 صح؟ ما بين دي وما بين دي، لا لقوا النيكل 58.7 من 10 يو. ايه ده؟ ده قل عن الايه يا جماعه؟ عن الكوبالت. قل عن الايه؟ قال لك بس يبقى في مشكله هنا، في شذوذ هنا. ايه السبب؟ قال لك لان النيكل ليه خمس نظائر، متوسط الكتله الذريه ليهم 58.7. طب ما تيجي نشوف يعني ايه نظائر. لما اقول لك مثلا انا عندي النيكل 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 النيكل، كم صوره للنيكل؟ خمس صور. كلمه نظائر يا جماعه يعني صور. طب لما اقول لك هنا بتتفق كلها في ال 28، في ال 28 بتتفق كلها في الايه يا جماعه؟ في ال 28، يعني بتتفق كلها في العدد الذري، في عدد البروتونات اللي جوه، وبتختلف في العدد بتاع النيوترونات، يبقى هتختلف في الكتله ولا مش هتختلف؟ لقوا مثلا ده 58 يو، ده مثلا 59 يو، ده 59.5، ده 57.5، ده 58.5. ايه ده مستر؟ ده 58.7
اصلا مش موجود. موجود؟ لا. طب انا دلوقتي النيكه اللي 5 صور ليه 5. طب لما اقول كتله النيكل، الكتله الذريه للنيكل، هقول ايه؟ هقول دي ولا دي ولا دي؟ ما هم كلهم مختلفين عن بعض. هقول ايه؟ مش قلنا بنجيب المتوسط؟ يعني ايه نجيب المتوسط؟ نجيب متوسط الكتل بتاعت ال5 نظائر. متوسط الكتله الذريه بتاعتهم طلعت معانا بتبقى 58 و7 من 10 يوم. طب ال 58 و7 من 10 اقل من ايه يا جماعه؟ من 58 و9. اقل من كام؟ يبقى في الحاله دي بنقول هنا ايه؟ ان النيكل ليه 5 نظائر مستقره متوسط كتلتهم الذريه 58 و7 اقل من اللي قبله. اقل من ايه؟ فهنا الشذوذ راجع لكده. فلما اقول لك ليه؟ ايه سبب الشذوذ هنا؟ تقولي لان النيكل اهو له 5 نظائر مستقره متوسط الكتله الذريه لها 58 و7 من 10 يوم. الناس فاهمه الكلام ده يا جماعه؟ طيب سؤال في الامتحان بالنظام الجديد بيقول لك ايه؟ اي العلاقات البيانيه التاليه تعبر عن العلاقه بين الكتله الذريه والعدد الذري في عناصر السلسله الاولى؟ اهو سؤال تاني. اكبر كتله ذريه او الكتله الذريه لاثقل نظير للنيكل، الكتله الذريه لاثقل نظير للنيكل تكون نقط 58 و7 تساوي اكبر من اقل من؟ ها اكبر. اشمعنى؟ عشان ال 58 و7 دي المتوسط، يبقى في اكبر منها وفي اقل من ايه منها. طب الكتله الذريه لاخف نظير للنيكل اقل من كام؟ 58 و7. الله يرضى عليكم يا جماعه، نفهم معايا؟ طيب نصف قطر الذره، نصف قطر الذره. قبل ما اقول نصف قطر الذره ممكن يجي يقول لك سؤال تاني، ترتيب اي اي الاختيارات التاليه يعبر عن ترتيب العناصر التاليه حسب الكتله الذريه، حسب الكتله. في الحاله دي هتقول له ايه؟ تبقى واخد بالك ان النيكل اهو اقل من الكوبالت لكن اكبر من اللي قبله كلهم. بمعنى لو انا جبت لك حديد وكوبالت ونيكل ونحاس هترتبهم ازاي؟ هتقول الحديد بعد كده النيكل بعد كده الكوبالت بعد كده النحاس. تاني يا جماعه الحديد، ها يعني هو كل مشكله النيكل في ان هو ايه؟ اقل من اللي قبله بس لكن اكبر من الباقي كلهم، تمام؟ فلما اقول هنا رتب تقول لي ايه؟ النيكل قبل الكوبالت، يبقى حديد نيكل كوبالت وبعد كده كمل عادي. فهمنا يا جماعه؟ طب نصف قطر الذره، كل الناس عارفه من تانية ثانوي، ولا بلاش سير التانية ثانوي، كل الناس عارفه من قبل كده ان نصف القطر عندنا اهو كان بيقل واحنا ماشيين من الشمال لليمين في نفس الدوره، صح ولا لا؟ نصف القطر بيقل وانت ماشي كده. طب ليه؟ عشان كان في شحنه نوافع عاليه بتزيد فبتزود قوه الجذب، لما تزود قوه الجذب نصف القطر هي ايه؟ هيقل. هي ايه شحنه النواه الفعاله دي؟ حد يعرفها؟ ها؟ حد يعرف يا جماعه يعني ايه شحنه نواه فعاله؟ طيب صلوا على النبي. انا عندي النواه اهي، ادي مستوى، عندي هنا الكترونات في المستوى الاول وعندي في المستوى الثاني الكترونات وهكذا وعندي في المستوى الاخير الكترون. ولنفرض مثلا ان انا عندي ذره الصوديوم ان ايه 11 2 8 1. النواه هنا فيها 11 بروتون يعني شحنه موجبه مقدارها 11، صح؟ طب مستر الالكترون ده الشحنه الموجبه دي ها اهي هتشد ده بقوه. قال لك بص الشحنه دي بتاثر على كل الالكترونات دي، فجزء بيوصل هنا وجزء هنا جزء هنا جزء هنا جزء هنا. اللي بيوصل للالكترون ده مثلا لوحده اسمه اسمها شحنه فعاله او افكتيف تشارج. لده لوحده شحنه فعاله، لده لوحده شحنه ايه؟ فعاله. فلما اقول لك شحنه فعاله جزء من الشحنه الفعليه الكليه بيأثر على الكترون معين. طب كل ما بتزيد الشحنه الموجبه اللي جوه مش الشحنه الفعاله هتزيد؟ صح يا جماعه ولا ايه؟ فبقول هنا نصف القطر بيقل كده عشان الشحنه الفعاله بتزيد، يبقى تقول لي لزياده شحنه النواه الفعاله. طب لما تزيد الشحنه الفعاله مش قوه الجذب هتزيد؟
لما قوة الجذب بتزيد ايه اللي هيحصل؟ نصف القطر هي ايه؟ هيقل. فتقول لي فتزداد قوة جذب النواة، وايه اللي هيحصل؟ ويقل نصف القطر. ويقل نصف القطر. طب ما احنا لما نيجي نطبق الكلام ده هنا عندنا هنلاقي نصف القطر كده اهو، هنا نصف القطر، وهنا العدد الذري، وهنا العدد الايه؟ الذري. هنبص نلاقي نصف القطر اهو بدأ ايه يا جماعة؟ يقل، يقل كالعادة زي ما احنا متعودين، وكان كده بيزيد صح؟ طب خلينا في الدورة كده، بيقل لحد ما نوصل للكروم، ولاحظوا ظاهرة غريبة هنا وهي ايه؟ ثبوت او ثبات الحجم الذري هنا كده. ايه ده يا مستر؟ يعني ايه؟ يعني هو هنا كده نصف القطر بيقل لحد ما نوصل لرقم 24 اللي اسمه ايه يا جماعة؟ الكروم. ويحصل بعد كده ثبات نسبي لحد النحاس. ثبات نسبي لحد الايه يا جماعة؟ فلما اقول لك هنا نصف القطر في عناصر السلسلة الاولى بيقل لحد الكروم، بعد كده بيحصل ثبات نسبي. هو كلمة ثبات نسبي مش معناها ان هو ثابت تماما، هو بيحصل نقص طفيف لا يذكر. فمجازا يعني تعبير مجازي كده بنقول ايه؟ في ثبات. طب الثبات هنا من اول الكروم راجع لايه؟ تعالوا نشوف كده معايا. لما نيجي نوزع هنا، انا عندي مثلا السكنديوم كام؟ ارجون 18. وزع معايا كده 4 اس كام؟ 3 دي كام؟ 2 1. ها التيتانيوم هتبقى 4 اس 2 3 دي 2. ها 4 اس 2 3 دي 3. 4 اس 2 3 دي 4. اخص عليك، هناخد واحد من هنا نحطه هنا عشان تبقى ايه؟ الذره مستقره. طب هنا 4 اس 2 3 دي كام؟ 5. هنا 4 اس 2 3 دي 6. 4S 2 3D كام؟ 7. 4S 2 3D 8. 4S كام؟ حد فاكر؟ 1 10. 4S كام؟ 3D 2 10. طيب لو لاحظتوا هنا من اول كروم عدد الالكترونات عدد الالكترونات في المستوى الفرعي دي بدأ يزيد زيادة كبيرة ولا لا؟ صح يا جماعة؟ طب لما يزيد عدد الالكترونات في المستوى الفرعي نفسه في نفس المكان، مش التنافر ما بينهم هيزيد؟ التنافر ما بينهم هي ايه؟ لما التنافر يزيد نصف القطر يعمل كده صح؟ الالكترونات بتتخانق مع بعضها فتعمل في الذره ايه؟ تشدها لبره كده اهي. طيب يعني وانت ماشي كده العدد الذري بيزيد، شحنه النواه الفعاله بتزيد، قوه الجذب بتزيد، فقوه الجذب تزق لجوه اهي، تضغط على الذره اللي جوه عشان حجمها ايه؟ يقل، والتنافر يزق لبره، قوه بتزق لجوه وقوه بتزق، فيحصل زي ايه؟ ثبات نسبي. فلما اقول لك هنا الثبات النسبي ده راجع لايه؟ تقول لي يرجع او بسبب عاملين عكس بعض. بسبب عاملين ايه يا جماعه؟ متعاكسين. العامل الاول زياده قوه جذب النواه اللي راجعه لايه اصلا يا جماعه؟ ها؟ شحنه النواه الفعاله. طب به قال لي زيادة قوة التنافر اللي راجع لإيه أصلا؟ زيادة عدد الإلكترونات في المستوى الفرعي دي. يبقى في قوتين عكس بعض، قوة بتزق لجوه اللي هي قوة جذب النواة، وقوة بتزق لبره اللي هي قوة الإيه؟ التنافر. طب دي راجعة لزيادة الإيه؟ الشحنة الفعالة. دي راجعة لزيادة الإيه؟ عدد الإلكترونات. العلماء استفادوا بالظاهرة دي في إيه؟ قال لك تستخدم هذه الظاهرة في إنتاج السبائك. إنتاج الإيه يا جماعة؟ طب ما تيجي نشوف كده ايه السبائك دي؟ يعني ايه كلمه سبيكه؟ حضرتك لو انت عندك فلز زي الحديد وفلز زي النحاس، فلز زي الحديد وفلز زي النيكل، ايا كان الفلزين، الخواص بتاعتهم مش كويس. يعني الحديد لين، الحديد ايه؟ الحديد بيصدي، الحديد ليه خواص لين، الحديد في الحاله النقيه لين، هناخده بعد كده تمام. الحديد اللي احنا بنستخدمه ده مش حديد بس، دي سبائك حديد. دي يا جماعة سبائك حديد. طب أنا عندي الحديد عايز أغير خواصه، عايز أخليه صلب جامد، الصلابة بتاعته جامدة، عايز أزود توصيل حراري، عايز أخليه ما بيصديش. قال لك بسيطة، أدي ذرات الحديد أهي جنب بعضها مرصوصة بطريقة معينة، هنعمل فيها إيه؟ هنشيل ذرة حديد ونحط ذرة كروم مثلا،
ذره حديد ونحط ذره كروم، ذره حديد ونحط ذره كروم، بقت ذره. بص كده معايا، ذره الحديد اللي في النص محاطه من كل ناحيه بالكروم ولا لا؟ الكروم ده بيقاوم الصدأ، بيقاوم فعل العوامل الجويه، فاصبحت ذره الحديد اللي جوه مطليه من كل ناحيه بالكروم، محميه من الصدأ ولا لا؟ محميه من العوامل اللي بره ولا لا؟ في الحاله دي نقول هنا دي سبيكه مش عنصر. يعني ايه؟ يعني سبيكه عباره عن ذرات حديد وذرات كروم، بنسميها يا جماعه الصلب الذي لا يصدأ. الصلب الذي ايه؟ ها؟ لا يصدأ. عارفين الحوض الاستانلس اللي عندكم في المطبخ؟ الحوض ده انت بتغسل فيه ليل نهار، هل بيصدي؟ ليه؟ عشان هو اصلا عباره عن ايه؟ سبيكه صلب لا يصدأ، حديد مع كروم. طب هل الحديد الكروم ده بيبقى بنطلي بيه الحديد من بره بس؟ لو من بره بس، مجرد ما تخدش الحوض كده او السبيكه هتصدي، صح؟ لكن هو معمول بطريقه معينه، بنصهر مثلا الفلز ده ونصهر الفلز ده ونخلطهم ببعض بطريقه متجانسه، بحيث كل ذره من الحديد تبقى محاطه من كل ناحيه بذرات الايه؟ الكروم، فاصبحت دي ها سبيكه. اسمها سبيكه ايه بقى؟ استبداليه. اسمها سبيكه طب يبقى نوع السبائك هنا هتقول لي كده يا مستر سبائك استبداليه، ودي هناخدها في اخر الباب تفصيليا. طب انا هنا لو انا شلت ذره حديد وحطيت مكانها ذره اصغر من الحديد هينفع؟ هتلق، صح؟ طب لو حطيت ذره اكبر من الحديد هتخش؟ يبقى عشان استبدل ذره بذره لازم تكون قدها في ايه؟ في الحجم. قدها في ايه يا جماعه؟ عشان كده بنقول ان العناصر الانتقاليه تستخدم في انتاج السبائك الاستبداليه. ليه؟ عشان الثبات النسبي في انصاف اقطارها الذريه. فلما اقول لك في الامتحان علل اهو او فسر، تستخدم العناصر الانتقاليه او عناصر السلسله الاولى في انتاج السبائك. هل اي سبائك؟ لا، السبائك الايه؟ ها؟ اشمعنى؟ سيادتك هتقولي بسبب الثبات النسبي في انصاف اقطارها. بسبب الثبات الايه يا جماعه؟ في ايه؟ انصاف اقطارها الذريه، يعني في نق. طب مستر الخسال الفلزيه بيقول لك في الكتاب عندك كده العناصر الانتقاليه، العناصر الانتقاليه فلزات مثاليه او فلزات نموذجيه. طب جت منين كلمه فلزات نموذجيه او فلزات مثاليه؟ طيب هو ايه هي خواص الفلزات؟ ها؟ لمعان، صح؟ ها؟ صلابه قبل للطرق والسحب والثاني والتشكيل، جاي توصيل الحراره، جاي توصيل الكهرباء، صح؟ طب ما هو كل ده بينطبق على العناصر دي، يبقى فلزات مثاليه ولا لا؟ طيب المهم عندنا ايه في الحته دي؟ قال لك تتميز العناصر الانتقاليه اهي عن الفلزات بصفه عامه بارتفاع. بايه يا جماعه؟ بارتفاع درجات انصهارها وجوده التوصيل الكهربي. يعني مثلا لما جينا نعمل سلك الكهرباء، سلك الكابل بتاع الاسلاك بتاعت الكهرباء، استخدمناها من النحاس. ليه ما استخدمناهاش من الالومنيوم او من الصوديوم او من المغنيسيوم، مع ان دول برضو بيوصلوا؟ ها؟ قال لك عشان توصيلها الكهربي عالي. ايه السبب؟ في الفيزياء بتقولوا لا بسبب وجود الكترونات حره. طب ما كل الفلزات فيها الكترونات حره. انا هنا بقى مش بقارن، مش بقول لك ليه ده بيوصل وده ما بيوصلش، انا بقول لك ليه اشمعنى النحاس استخدموه ما استخدموش مثلا الحديد؟ ليه ما استخدموش مثلا الالومنيوم؟ اشمعنى؟ احنا هنا هنعرف ايه سبب جوده التوصيل الكهربي اللي هو السبب الكيميائي، سبب التركيب من جوه. انتوا في الفيزياء بتقولوا ايه؟ الماده اللي بتوصل التيار الكهربي فيها الكترونات حره. يعني ايه الكترونات حره؟ يعني الكترونات في المستوى الخارجي قوه جذب النواه عليها ضعيفه شويه، فبتبقى سهله الحركه فتلف في الموصل كده. طب ايه السبب اللي بيفرق واحد بيوصل كويس قوي عن واحد بيوصل بطريق بدرجه ضعيفه؟ حاجه اسمها الرابطه الفلزيه. الرابطه اللي هي يا جماعه مكتوب في كتاب المدرسه عندكم الحته دي كده، بسبب الترابط القوي. بسبب الايه؟ الترابط القوي بين ها ذراتها، ذرات العناصر دي، لاشتراك الكترونات 4s و3d في هذا الترابط. طب ما تقول لنا يا عم ايه الترابط ده؟ نوع الترابط ايه؟ مكسوف مثلا؟ قال لك لا، هو مش عايز يدخلك
في سؤال يقول لك لقوة الرابطة الفلزية، تقول له ايه الرابطة الفلزية؟ يقول لك ما انت خدتها في تانية ثانوي. طب حد فاكرها؟ صلوا على النبي. انا عندي مثلا ذرة زي الصوديوم، ذرة زي المغنيسيوم، دي فيها الكترون واحد في المستوى الخارجي اللي هو في غلاف التكافؤ. دي فيها كام واحد؟ 2 8 2. فيها كام واحد في المستوى الخارجي؟ 2. دي كده فيها واحد، دي فيها كام؟ تخيل ان انا عندي هنا كده حته صوديوم اهي، حته صوديوم قد كده، فيها مليارات الذرات من الصوديوم جنب بعضها بالمنظر ده كده، بالمنظر ده كده مرصوصه بطريقه معينه كده. لو كل ذره واحده من الصوديوم زي ما احنا شايفين فيها الكترون واحد كده بيلف بره، مش عامل سحابه يا جماعه الكترونيه حواليه؟ ها؟ عامل ايه؟ عامل سحابه صح؟ مش الالكترون ده خدته السنه اللي فاتت ان هو بيلف في سحابه الكترونيه؟ اللي هو المفهوم الصحيح للاوربيتال او لمستوى الطاقه. طب السحابه دي لما يبقى ده الكترون، دي ذره معاها الكترون بره اهو ذراع مثلا، عامل سحابه حواليه كده حوالين الذره، والذره اللي جنبها لازقه فيها، السحابه بتاعت الالكترون اللي بره ده هتخش في السحابه بتاعت ده صح؟ يعني تخش تتداخل ما بينهم، لما يتداخلوا مع بعض هيمسكوا في بعض، يربطوا الذره دي بالذره دي، في ذره ثالثه جنبهم، ها السحابه بتاعت الالكترون بتاعها هتخش معاهم صح يا جماعه ولا ايه؟ تبص تلاقي ذرات الفلز دي مربوطه من بره كده بسحابه كده الكترونيه، كذا ذره جوه اهي مربوطه بايه يا جماعه؟ بسحابه. تخيلي انت واللي جنبك، انت ذره واللي جنبك ذره، انت معاكي ذراع وهي معاها ذراع، مسكتوا في بعض، كل واحده معاها الكترون يعني ذراع مثلا مسكت فيها بالذراع بالايد دي، هيبقوا متماسكين صح؟ طب لو انتوا كل واحده ليها ذراعين ومسكتوا انتوا مسكتوا بعض كده بالحضن او مسكتوا بالاثنين، قوه الجذب بينكم هتزيد ولا هتقل؟ التماسك ما بينكم هيبقى ايه اكتر؟ طب لو كل واحده ليها ثلاث اذرع هتبقى ماسكه في اللي جنبها واللي جنبها واللي جنبها من ورا ومن قدام ومن الجنب صح؟ لو كل واحده ليها اربع اذرع هتبقى ماسكه في اللي حواليها بقوه ايه يا جماعه؟ بقوه اكبر صح؟ طيب الالكترونات المستوى الخارجي دي كل ما بتزيد قوه الرابطه اللي ما بينهم بتزيد، اللي هي الرابطه الفلزيه، اللي هي الرابطه اللي ايه يا جماعه؟ فلما اقول لك هنا الرابطه الفلزيه اقوى من هنا تقول لي عشان هنا الكترونات المستوى الخارجي اكتر من هنا، فالتداخل او السحابه هتتداخل بقوه اكبر. طب ايه علاقه ده بقى بده؟ تعالى نصلي على النبي كده. هنا في الكترونات الفور اس والثري دي بيخشوا في تكوين الرابطه، بيخشوا في تكوين الايه؟ فتبص تلاقي بص الرابطه الفلزيه هنا بتبدا بكام الكترون؟ أربعة خمسة ها ستة. كل ما يزيد عدد الكترونات التكافؤ مش الرابطة الفلزية هتزيد، التماسك هيبقى ايه اكبر، التماسك هيبقى ايه يا جماعة؟ فبنقول هنا السبب في ارتفاع درجة الانصهار الترابط القوي بين الذرات، اللي راجع لايه؟ لقوة الرابطة الفلزية، اللي راجع ليه يا جماعة؟ قوة الرابطة ها الفلزية. ايه سببها؟ ايه سبب قوة الرابطة الفلزية؟ اشتراك الكترونات 4s و3d في تكوينها، فبيزيد عدد الايه؟ ها؟ عدد الكترونات التكافؤ اللي تتداخل مع بعضها فبتزيد قوة الايه؟ الترابط. فبنقول هنا لما اقول لك ليه بتتميز بارتفاع درجات الانصهار تقول لي بسبب قوة ها؟ الرابطة الايه يا جماعة؟ الفلزية. ليه؟ لاشتراك الكترونات المستويين 4s و3d في ايه يا جماعه؟ في تكوين الرابطه الفلزيه، يبقى في تكوينها. خلي بالك سؤال في دليل التقويم، رتب حسب التوصيل الكهربي. انا هجيبه لك في الامتحان او في النظام الجديد مثلا، اي من الاختيارات التاليه يعبر عن ترتيب العناصر دي حسب توصيلها الكهربي. واقول لك ايه؟ واقول لك هنا كده حديد كوبالت نيكل نحاس. مش احنا بنقول كل ما بنمشي كده الكترونات التكافؤ بتزيد؟ ها؟ احنا قلنا طبعا الخرصين بره الليله
الحصه اللي فاتت عشان هو غير انتقالي، يبقى اكبر واحد فيهم فيه عدد الكترونات مفرده، يبقى في عدد الكترونات في المستوى اللي هو ايه 4s و3d، بنقول عليها الكترونات تكافؤ. اكبر عنصر او العنصر اللي هيبقى فيه اكبر عدد من الالكترونات بتاعت التكافؤ هيبقى الايه؟ يبقى النحاس اكبر واحد فيهم في التوصيل. بعديه الايه يا جماعه؟ النيكل. بعديه الايه؟ الكوبالت. بعديه الحديد. معايا؟ ايهم يمتلك اكبر قدره على التوصيل الكهربي؟ كذا. طب ايه التفسير لقوه الرابطه الفلزيه به؟ اشمعنى؟ لانه بيحتوي على عدد اكبر من الكترونات الايه؟ التكافؤ. فهمنا يا جماعه التفسير؟ انتوا في الفيزياء بتقولوا النحاس عشان موصل جيد للتوصيل الكهربي. طب ليه؟ عشان جاي، عشان فيه الكترونات حره. طب ليه؟ عشان مقاومته قليله. طب ليه؟ التركيب الكيميائي بتاعنا اللي هو الرابطه الايه؟ الفلزيه. صعب الكلام ده؟ طيب لما يقول لك العلاقه دي كده، وخلي بالكم الله يرضى عليكم، الرابطه الفلزيه بين ذرات العناصر، قوه الرابطه الفلزيه اهي عشان الناس تبقى فاهمه، الرابطه الفلزيه كل ما قوتها بتزيد بيزيد معاها ايه؟ بيزيد معاها الصلابه، بيزيد معاها التوصيل الكهربي، بيزيد معاها درجه الانصهار. معايا؟ فبتبقى كده، لان الحاجات دي كلها بتعتمد على ايه يا جماعه؟ على الرابطه الفلزيه. بتعتمد على ايه؟ طب نخش على الجزئيه الثانيه اللي هي الكثافه. هي الكثافه بتساوي ايه؟ الكثافه بتساوي ايه؟ كتله على حجم، صح؟ اي كثافه في الدنيا بتساوي كتله على حجم. طيب احنا عندنا الحجم اصلا، ها، حجم ايه؟ ثابت. طب الكتله بتزيد. طب لما اقول الحجم ثابت يبقى هيأثر، الحجم ثابت يبقى هيأثر يا جماعه، يبقى اللي بيأثر في كثافه عناصر السلسله الاولى هو الايه؟ الكثافه، وليست الايه؟ الكتله، وليس الحجم. يبقى لما اقول لك هنا العامل المؤثر في كثافه عناصر السلسله الاولى هيبقى الايه؟ الكتله وليس الحجم، لان الحجم تقريبا ثابت. فبنقول في الحاله دي كده الكثافه هتزيد. يبقى لما اقول لك في الامتحان اعمل لي العلاقه البيانيه دي كده، يلا اهي اهي، ها، هنا الكثافه وهنا العدد الذري، هتلاقي العلاقه كده. ايه ده يا مستر؟ هنا الكثافه بتزيد اهي بزيادة العدد اللي هي يا جماعة الذري. طب حد يعرف ليه السبب؟ لأن الحجم إيه؟ والكتلة إيه؟ بتزيد. فلما أقول لك علل تزداد كثافة عناصر السلسلة الانتقالية الأولى بزيادة العدد الذري، تقول لي زيادة، ها، الكتلة الذرية مع بقاء الحجم ثابت، أو مع ثبات الحجم. مع ثبات الإيه يا جماعة؟ مع ثبات الإيه؟ الحجم. طيب نعم، ايه؟ جميل. الراجل ده يا جماعه بيقول لي يا مستر مش عند نصف مش عند الكتله الذريه، في حته هنا كده زادت اهي، قلت ورجعت زادت تاني. النقص ده لا يذكر. النقص انت ولا تحت؟ في اللي تحت. احنا بنقول هنا قل، ها، جميل. طب تعالوا نبص كده، هو الكثافه انا بقول الرو اللي هي الكثافه بتساوي ام على في، صح؟ طيب الكثافه علاقه عكسيه بينها وبين الحجم ولا لا؟ طب لما الحجم يقل الكثافه برضه هتزيد، ها؟ مع يا جماعه ولا ايه؟ الناس فاهمه؟ هو سؤال بيقول يا مستر طب ما هو هنا بتقل، المفروض بقى الكثافه اللي يحصل؟ لا، لان كده كده لو دي بتقل دي تزيد اكتر اصلا، بس احنا قلنا عشان دي ثابته فده ايه؟ ده بيزيد ده يزيد، خلاص؟ طيب النشاط الكيميائي، والنشاط الكيميائي الناس تتنح فيه شويه الله يرضى عليكم وتصحى كده عشان في شويه كلام حلوين، اللي هم ايه؟ بيقول لك عناصر المجموعه 1 ايه تقريبا بنقول متماثله في النشاط، مش فاهم يعني عندها خاصيه تدرج او تدرج في خاصيه النشاط الكيميائي. بمعنى لما اقول لك 1 اي كلها نشطه جدا في التفاعل، كلها ايه؟ نشطه. 2 اي نشطه جدا، صح يا جماعه؟ عناصر على درجه عاليه من النشاط. طيب ده دي الايه؟ ال 1 اي وال 2 اي. طيب هل العناصر دي كلها نشطه؟ هل ال 10 دول عناصر نشطه؟ لا طبعا، في تباين واضح، في ايه؟ تباين، يعني اختلاف واضح في النشاط.
بمعنى سيادتك لو جبت مثلا الصوديوم حطيته في الميه هيفرقع، البوتاسيوم هيفرقع، صح؟ صح يا جماعه ولا لا؟ ليه؟ لانه بيحل محل هيدروجين الميه ويطلع الهيدروجين وطاقه بتساعد على اشتعال الايه؟ الهيدروجين. طيب هنا بقى لو انا حطيت السكنديوم في الميه هيفرقع، طب لو حطيت الحديد في الميه هيفرقع؟ لو حطيت النحاس، ها؟ لو سبت الصوديوم في الهواء مش هيكمل دقايق، لحظات، ثواني، هتلاقي بسرعه تكون حواليه من بره طبقه من الاكسيد، هيبيض من بره كده طبقه قشره كده من بره. ليه؟ لانه نشاطه عالي، ده الصوديوم. لو سبت الحديد ساعه لونه هيغير، عشان يصد بياخد ايه؟ شهور، صح يا جماعه ولا ايه؟ فاحنا هنا بنقول ان النشاط الكيميائي بتاع العناصر دي متباين، يعني بيختلف، فبنقول هنا ها يوجد تباين واضح، يعني اختلاف في الايه يا جماعه؟ في النشاط. بمعنى لو انا جيت حطيت السكنديوم في الميه اهو مع الميه، الميه معلش انا بكتبها اتش او اتش، هي الميه اتش 2 او، بس عشان نبقى فاهمين بس ميكانيزم اي تفاعل بعد كده على مدار المنهج، اتش او اتش. السكنديوم هنا انشط من الهيدروجين، هيقوم واخد الهيدروجين هنا من قفل اللي جابه يرميه بره، يلا يا حبيبي اهو، ويقعد مكانه، اصبح سكنديوم كده او اتش باي 3. حد يعرف ليه؟ قلنا عشان السكنديوم ملوش غير حاله واحده، اللي هي موجب كام؟ موجب 3. طب مستر المعادله دي مش موزونه، مش مهم الوزن دلوقتي، المهم ان بيطلع لي هنا طاقه او انرجي زيه زي الايه؟ زيه زي الصوديوم، زيه زي الايه يا جماعه؟ الصوديوم. فلما بيطلع الطاقه دي بتساعد على اشتعال غاز الهيدروجين، يبقى السكنديوم بيتفاعل مع الماء ويطلع لي محلول اهو قلوي، ها، هيدروكسيد سكنديوم وايه وهيدروجين، بيشتعل بفرقعه. هل الحديد زيه؟ لا، عشان كده بنقول ان السكنديوم نشاطه عالي، انشط عناصر السلسله هو الايه؟ طب الحديد لو سبته هيصدي بعد فتره. النحاس والذهب والفضه، عارفين عناصر العمله دي اللي هي عناصر مجموعه 1 بي، فاكرينها؟ العناصر دي ضعيفه جدا في النشاط، بدليل ان انت بتلبسي الذهب مثلا بيقعد فتره طويله جدا مش بيصدي، لان نشاطه ايه؟ ضعيف. النحاس نفس الفكره، نشاطه ايه؟ ضعيف. فبنقول لما نيجي نقول مثلا رتب على حسب النشاط الكيميائي، تقول السكنديوم انشط من الحديد، انشط من النحاس، دول اللي مذكورين عندك في الكتاب. رتب حسب النشاط، تقول لي ايه؟ سكنديوم انشط من ايه؟ من حديد. انشط من ايه يا بنات؟ من النحاس. طب مستر عايزين نوزن المعادله بقى، نرجع يلا. هنا هنحط كام؟ 3 اتش 3 او. طب هنا كام او؟ نحط هنا 3 او. طب 3 اتش في 2 ها؟ 3 6 اتش. هنا 3 يبقى هنا 3 على 2 بس. طيب سؤال في الامتحان بما انكم فهمتوا، بيقول لي نصا كده يتفق السكنديوم مع عناصر 1A. خلي بالك ممكن بدل ما يقول لك عناصر 1A يقول لك الصوديوم، يقول لك البوتاسيوم، يقول لك الروبيديوم، السيزيوم، ها، اي عنصر من عناصر الايه؟ ال1A، بس هو غالبا بيجيب لك صوديوم او بوتاسيوم. طيب بيتفق السكنديوم مع عناصر الوان اي في ايه؟ 1 2 3 4. يلا نصلي على النبي كده. اولا لكل منهما حالة تأكسد واحدة، مش قلنا الكلام ده الحصة اللي فاتت؟ مش الصوديوم او الوان اي كلها ليها حالة تأكسد واحدة اللي هي موجب واحد، السكنديوم ليه حالة واحدة اللي هي موجب 3، يبقى لكل منهما ايه؟ كل واحد ليه حالة واحدة بس، ملوش أكتر. طيب احنا خدنا النهاردة ايه؟ يلا، يتفاعل مع الماء بعنف. الكلمة دي بس اللي مكتوبة في كتاب المدرسة، طلعنا منها كل الهبد ده. يتفاعل مع الماء بعنف يعني تفاعل عنيف، يعني بيطلع طاقة بتساعد على اشتعال غاز الهيدروجين، بيطلع هيدروجين بيشتعل بفرقعة. طب هنا يتفاعل مع الماء ايه؟ يبقى الاثنين بيتفاعلوا مع الماء بايه؟ بعنف. ايه كمان؟ يتفاعل مع الهالوجينات.
ما هو طالما على درجة عالية من النشاط، طالما بيتفاعل مع المية يبقى بيتفاعل مع الايه؟ مع الهالوجينات، يتفاعل مع الأحماض. ها؟ يحل محل النحاس والعناصر اللي بعده في محاليل أملاحها. كل دي حاجات طالعة من كلمة ايه؟ يتفاعل مع الماء بعنف. هناخد كمان شوية السبورة اللي جاية، إن هم مركباتهم مركبات السكنديوم غير ملونة، ومركبات ضاية مغناطيسية ليه. أهو هكتبها دلوقتي عشان الناس تبقى عارفاها بس على بعضها كده. مركباتها أو مركباتهم الاتنين غير ملونة وضاية مغناطيسية. خلاص هنفهمها دلوقتي. إحنا خدنا كام خاصية دلوقتي يا جماعة؟ يلا. ها؟ خدنا كام خاصية؟ ثلاثة، اللي هما إيه؟ الكتلة الذرية، قلنا بتزيد بزيادة العدد الذري، ليه؟ ها؟ لزيادة العدد الكتلي أو لزيادة العدد الذري، زيادة عدد البروتونات، لزيادة عدد النيوترونات. طيب بيشز النيكل هنا ليه؟ ها؟ لوجود خمس نظائر مستقرة للنيكل. متوسط الكتلة الذرية بتاعتها كام؟ 58.7 يو، النصف القطر. قلنا في ثبات نسبي بسبب ايه؟ عاملين متعاكسين، العامل الأول زيادة شحنة النواة الفعالة فتزيد قوة الجذب، العامل الثاني زيادة قوة التنافر اللي راجعة لإيه؟ لزيادة الإلكترونات في المستوى الفرعي. دي بتستخدم العناصر دي في إيه؟ إنتاج السبائك الاستبدالية. إشمعنى؟ ها؟ عشان الثبات النسبي في أنصاف الإيه؟ الأقطار. طيب لما أقول لك هنا الخاصية الفلزية، العناصر الانتقالية فلزات مثالية يعني نموذجية، بيظهر فيها معظم خواص الفلزات. طيب تتميز بارتفاع درجة الانصهار والغليان وجودة توصيل الإيه؟ الكهربي. اشمعنى؟ لقوة الرابطة الفلزية بيها. ليه؟ لاشتراك الكترونات 4s ها و3d في تكوين الرابطة الفلزية. طب قلنا لما نيجي نرتب ان النحاس افضلهم عشان الرابطة الفلزية فيه اقوى. العلاقة دي مهمة، العلاقة دي مهمة، العلاقات البيانية دي يا جماعة الله يرضى عليكم مهمة جدا، عشان في ناس عندها فوبيا من الرسومات البيانية، اول ما يلاقي سؤال فيه علاقة بيانية يقعد يتنح، مع انها والله بتبقى اسهل اسئلة بس هي بتعتمد على التفكير. طب هنا الكثافة بتزيد بزيادة العدد الذري، ليه؟ ها؟ لزيادة الكتلة الذرية مع بقاء الحجم ايه؟ ثابت. النشاط الكيميائي قلنا بيحصل ايه؟ تباين او اختلاف واضح. يعني ان السكنديوم مثلا مكتوب في كتاب المدرسة عندك، نجد ان السكنديوم على درجة عالية من النشاط يتفاعل مع الماء بعنف بس، والحديد متوسط النشاط، والنحاس محدود النشاط بس. ده الكلام اللي موجود في كتاب المدرسة، طلعنا احنا منه الكلام ده كله. لما اقول لك يتفق سؤال الحصه اللي جايه، يتفق السكنديوم مع عناصر الوان ايه او مع الصوديوم في كل مما ياتي عدا يبقى مش عايز حاجه من دول. يتفاعل مع الماء بعنف لكل منهما حاله تاكسد واحده، مركباتهم غير ملونه لكل منهما حاله تاكسد موجب اتنين. غلط. ليه؟ لان كل يا ابني مش يا جماعه يا ابني انا بقول لكل منهما حاله اكسد واحده، يعني كل واحد لحاله لوحده، حاله واحده بس ما بيديش اكتر منها. لكن لما اقول لك لكل منهما حاله اكسد موجب اتنين، يعني اللي هما الاثنين بيدوا موجب اتنين. هل السكندري بيدي موجب اتنين؟ هل الصوديوم بيدي موجب اتنين؟ لا. فهمنا يا جماعه الكلام ولا لا؟ مفهوم؟ طيب سؤال تاني، احنا فهمنا الكثافه ولا لا؟ فهمنا الكثافه ولا لا؟ بيقول لك كثافة عناصر السلسلة الأولى تزداد بزيادة العدد الذري، صح؟ إذا كان لديك قطعتان أو كتلتان متساويتان من من الحديد والتيتانيوم، ها؟ كتلتين متساويتين من الحديد والإيه؟ والتيتانيوم، تمام؟ أيهما أكبر حجماً؟ ها؟ أيهما أكبر حجما؟ كتلتين متساويتين من حديد وتيتانيوم، كتلتين متساويتين يعني 5 جرام من هنا 5 جرام من هنا 10 جرام من نص كيلو من هنا نص كيلو من هنا، ها؟ أيهما أكبر حجما؟ هو العلاقة هنا مرتبطة بالإيه؟ بالكثافة. طب مش إحنا بنقول الكثافة بتساوي كتلة على حجم؟ طب ما هو كثافة الحديد أكبر من كثافة التيتانيوم، ها؟ والعلاقة بين الكثافة والحجم علاقة عكسية عند ثبات الكتلة، صح؟ عند ثبات الإيه؟ الكتلة. فلما أقول لك التيتانيوم أقل كثافة من الحديد يبقى أكبر حجما من الحديد، يبقى الحجم الأكبر فين؟ في التيتانيوم. صعب يا جماعة الكلام ده؟
فهمنا يا جماعه الله يرضى عليكم مجال الاسئله ايه، ولسه بعد كده في مجال في حصه مراجعه اصلا بنلم فيها كل الاسئله دي. فاضل لنا الخواص المغناطيسيه والايونات والنشاط الحافزي، سبوره واحده زي دي بس. يلا يا رجالتنا، الخاصيه اللي بعد كده اسمها ايه؟ ها؟ وخلي بالك عشان الخواص المغناطيسيه دي حوار كبير شويه، مع انها تافهه جدا. وحاجه هنا اسمها الايونات الملونه، اسمع يا محترم. وحاجه هنا كده اسمها النشاط الحافزي. كم خاصيه يا جماعه؟ ان شاء الله ونروح. يلا، الخواص المغناطيسيه دي هم بيقولوا عليها حلت لنا لغز كبير جدا في العناصر الانتقاليه، من خواص العناصر الانتقاليه. من ضمنها رقم واحد، كنت تجيب مغناطيس تقربه من حاجه ينجذب يجذبها، وحاجه تانية لا. ايه السبب؟ قال لك الخواص المغناطيسيه. الخواص المغناطيسيه مبدئيا بتوجد في ايه؟ قال لي بتوجد في الايونات او الذرات او الجزيئات التي تتجاذب مع المجال المغناطيسي الخارجي. يعني انا عرضت الماده سواء كانت ذره او ايون او جزيء، عرضتها لمجال مغناطيسي خارجي، تاثرت معاه بقوه، قوه تجاذب، تبقى دي ماده اسمها بارا. ماده اسمها ايه؟ قسموها لقسمين، بارا وضايا. بارا ماجنتيك اصلا كلمه مش عربيه. بارا ها ماجنتيك كلمه مش ايه؟ اسمها المغناطيسيه المسيره او كده. يعني ايه المسيره؟ يعني المغناطيسيه المصاحبه ليها. طب السؤال هنا، بنقسم الخواص المغناطيسيه لقسمين، حاجه اسمها البارا مغناطيسيه وحاجه اسمها الضايا. ها الضايا ايه يا جماعه؟ مغناطيسيه. طيب حد صلى على النبي. لما اقول هنا البارا خاصيه، لما اقول خاصيه غير ماده الله يرضى عليكم، خاصيه بارا يعني خاصيه بتوجد في الذرات تاني او الجزيئات ها او الايونات التي تتجاذب مع المجال المغناطيسي الخارجي. طيب الخاصيه الضايا التي توجد في الذرات او الجزيئات او الايونات التي ايه؟ تتنافر مع المجال المغناطيسي الخارجي. طيب لما اقول الماده ها، او لما اقول ذره او جزيء او ايون، ذره او جزيء بيتجاذب، يبقى نقول عليه ماده باره، نقول عليه ماده ايه؟ يبقى انا في الحته دي كده ممكن اقول الماده الباره واقول على دي الماده الايه؟ ها؟ طب يبقى الماده الباره اللي عندها خاصيه باره مغناطيسيه، الماده الضايه اللي عندها خاصيه ايه؟ ضايه مغناطيسيه. طب الماده الباره مغناطيسيه هي الايه؟ قال لي الماده التي تتجاذب ها مع المجال المغناطيسي ها الخارجي، اللي هي يا جماعه لوجود الكترونات مفرده. لوجود الكترونات ايه؟ لوجود الكترونات مفرده. هو المفروض علميا بنقول لوجود الكترونات مفرده في المستوى الفرعي دي، في المستوى الفرعي ايه دي، لكن هنا قال لي الماده التي تتنافر مع المجال ها المغناطيسي اللي ايه يا جماعه؟ الخارجي. يعني لما ناثر عليها بمجال مغناطيسي خارجي. ليه؟ قال لي لعدم وجود الكترونات مفرده. المفروض في المستوى الفرعي ايه دي، كتاب المدرسه مش كاتب كده. طيب ايه السبب؟ اشمعنى الماده اللي فيها الكترونات مفرده بتتجاذب والماده اللي ما فيهاش الكترونات مفرده يعني كلها في حاله ازدواج بتتنافر؟ قال لك مبدئيا الالكترون لما بيبقى لوحده كده بيدور في اتجاه عقارب الساعه، بينشا عن حركته المغزليه مجال مغناطيسي، بينشا عن حركته المغزليه يعني حركته حوالين نفسه حوالين محوره مجال ايه؟ مغناطيسي، يتجاذب مع المجال المغناطيسي الخارجي، يتجاذب مع المجال المغناطيسي الخارجي. طب ما هنا يا مستر برضه هينشا ها مجال مغناطيسي. قال لك بس هنا ده بيلف في اتجاه، هينشا عنه مجال مغناطيسي في اتجاه، وهنا مجال مغناطيسي في اتجاه تاني عكس بعض، فيلاشي كل منهما الايه يا جماعه؟ الاخر. فلما اقول لك هنا ليه اهو ده كده
بيدور لفوق فنشأ مثلا اهو مجال في الاتجاه ده، التاني بيدور لتحت عكسه فنشأ مجال في الايه؟ في الاتجاه ده، اصبح ده عكس ده، ده عكس ايه يا جماعه؟ عكس ده، فيحصل ما بينهم ايه؟ ها؟ هو مش هيحصل تنافر، هيبقى ولا كأن في مجال، فهيتنافر مع المجال الخارجي. فبنقول هنا لوجود الكترونات مفرده هتعمل ايه؟ ينشا عن دوران الكترون حول محوره مجال مغناطيسي يتجاذب مع الايه؟ مع الخارجي، لكن هنا ينشا مجال مغناطيسي لكل واحد عكس الاخر، فيلاشي كل منهما الايه؟ الاخر. طب مستر ما تدينا امثله، لما اقول لسيادتك الحديد 26 الخرصين زد ان 30، يلا نوزع مع بعض كده، هنلاقي هنا ارجون 18 4 اس 3 دي 12، هل في حاجه مفرده؟ هل في حاجه مفرده يا جماعه؟ طب هنا الحديد 26 ارجون 18 ها 4 اس 3 دي 2 6، لما تيجي توزع السته هيبقى فيها كام واحد مفرد؟ فيها اربعه صح؟ ليه؟ وزع معايا كده اهو، ادي الاربعه 1 2 3 4، مش دول خمس خمس اوربيتالات؟ يلا نوزع كده السته 1 2 3 4 5، ادي السادس. يبقى انا عندي كام الكترون كده مفرد؟ كام يا جماعه؟ 4 1 2 3 4. طيب لو انا عندي عنصر زي المنجنيز ام ان 25 ها هنوزع يلا مع بعض، ارجون 18 4 اس 3 دي 2 5، هيبقى في كام واحد مفرد في الدي؟ ها كام واحد مفرد يا جماعه؟ 5. في الحاله دي بنقول هنا ان ده ماده باره، ليه؟ عشان في الكترونات مفرده في الدي. طب ايه كمان؟ ده هيتجاذب وده هيتجاذب، ايهما يتجاذب بقوه اكبر؟ ليه؟ قال لك لان في حاجه اسمها العزم، العزم المغناطيسي بيتناسب مع عدد الالكترونات المفرده، يعني نقدر نقول مجازا كده بيساوي الالكترونات المفرده، يعني هيبقى من كام لكام يا جماعه؟ من واحد الى خمسه. من واحد الى كام؟ يعني لما اقول هنا العزم تقول لي العزم خمسه عشان خمسه مفردين. العزم هنا كام؟ العزم هنا اربعه. طب العزم هنا كام؟ العزم هنا ها زيرو، اي ماده ضاهيه هيبقى العزم زيرو. يبقى العزم ايه؟ طب واحد يوزع معايا كده السكنديوم 21، بس لما يبقى ايون، مش احنا قلنا الخاصيه بتوجد في الذرات او الجزيئات او الايونات؟ طب يلا هنا ايون السكنديوم هيبقى ايه؟ ارجون 18 ها 4 اس 3 دي 0 0، في حاجه مفرده؟ يبقى ده ايه؟ ها يبقى ده ضايع. العزم كام؟ العزم صفر. صعب الكلام يا جماعه؟ طيب ما تصلوا على الحبيب. لو انا عندي هنا المنجنيز عزمه اكبر من الحديد، لو بقول ايون المنجنيز الثنائي وايون الحديد الثنائي، ايون المنجنيز الثنائي يبقى الام ان هيفقد 2 هيبقى ده صفر، والدي فيها 5 برضه. طب ده اف اي موجب 2 يبقى الاس صفر، والدي 6 والدي كام؟ طب لما اقول الدي 6 يبقى فيها كام برضه؟ 4. يبقى العزم بتاع المنجنيز الثنائي اكبر من العزم بتاع الحديد الثنائي، صح ولا غلط؟ لان عدد الالكترونات المفرده هنا اكبر من هنا. سؤال اساسي بيقول لي ايه؟ صنف الى بارا وضايا. سؤال اساسي يا جماعه والله في الامتحان، يا مستر هو مش الامتحان كله اختر؟ والله يا ابني انتوا في سنه غريبه، كل يوم بقرار جديد، كل يوم بقرار جديد، يعني شويه الامتحان كله اختر، شويه هيبقى فيه مقالي، شويه هيبقى فيه مش عارف متنوع، الحاجات دي كلها. فانت الله يرضى عليكم سيبكم من اي حاجه في الدنيا، انت بتاخد ماده علميه افهمها عشان حاجه واحده بس، السؤال يجي لك باي طريقه ايا كانت تقدر تحله، ايا كانت الطريقه نقدر نحل السؤال. طب مستر السؤال ده ممكن يجي لي اختر؟ اه. ممكن يجي لك صنف؟ اه. ممكن يجي لك علل او فسر؟ اه. كل ده ممكن يجي على نفس السؤال. طب لما اقول لك صنف لبارا وضايا واجيب لك هنا كده زد ان سي ال 2 اف اي اس او 4 ام ان سي ال 2، يلا كده معايا. مبدئيا هنا عشان اعرف احدد هي بارا ولا ضايا لازم الاول اعرف عدد التاكسد كام. طب مستر عدد التاكسد ده مش في المنهج،
مش ده كان اساسيات؟ طب تعالى نرجع كده، السي اللي قلنا دايما بكام؟ في 2 بسالب 2 يبقى ده موجب 2. ها طيب الاس وفور على بعضها بسالب 2 كام يا جماعه؟ يبقى الاف اي بموجب كام؟ 2. السي اللي بكام؟ في 2 بسالب 2 يبقى دي موجب 2. جميل جدا، حلو جدا. انا كده جبت عدد اكسد. عايز بقى احدد العزم، عايز احدد بارة ولا ضاي، عايز اعرف فيها مفرد ولا ما فيهاش. تعال نشوف كده، لما تيجي توزع الخرصين مبدئيا الخرصين ده لما تشوف وش اهله في اي حته قول لي ده ضايع. قول لي ايه؟ لان الخرصين مالوش غير حاله واحده اللي هي موجب 2. طب هو في الحاله الذريه كده كده ضايع. طب لما اقول في حاله واحده بيبقى موجب 2، يعني الاس بتبقى 0، الدي برضو 10، يبقى الخرصين من غير ما تفكر مش محتاجه اصلا، دايما ايه؟ ضايع، لانه هو سواء في الحاله الذريه دي مكتمل او في الحاله المتعينه اهي هيبقى الايه؟ ارجون 18 فور اس 3 دي، هنا 0 وهنا 10. يبقى اول جزئيه عندنا هنا ان دي هتبقى ايه يا جماعه؟ ضايع مغناطيسيه. التفسير ايه؟ لان كل الالكترونات في حاله ازدواج، لان كل الالكترونات في حاله. طب نوزع يلا هنا كده، الحديد 26 ارجون 18 فور اس 3 دي، اس كام؟ المفروض 2 6، هو فقد 2 يبقى ده 0 وده 6. في كم مفرد في الدي؟ في 4، يبقى العزم هنا ها 4، يبقى دي بارا، يبقى دي ايه؟ طيب يلا الام ان موجب 2 يبقى ارجون 18 ها 4 اس 3 دي 0 5، في 5 في الدي مفردين، يبقى ده يا جماعه يبقى ده بارا. طب بص السؤال طريقه اهي، صنف لي بارا وايه وضاي. سؤال تاني، رتب حسب العزم، رتب، تعال نرتب يلا. هو العزم هنا هيبقى كام؟ زيرو صح؟ العزم هنا هيبقى كام؟ العزم هنا هيبقى كام؟ يبقى العزم هنا اكبر من هنا، اكبر من هنا، صيغة تانية اهي. سؤال تالت يقول لك رتب حسب القوة المغناطيسية، يعني ايه؟ يعني قوة الجذب للمغناطيس، قوة الجذب الايه؟ يعني ايه؟ يعني العزم، يعني ايه يا جماعة؟ يعني العزم. طب مستر حاجة كمان، المركب FeSO4 نقط، بارا ملون، بارا غير ملون، ضايا ملون، ضايا غير ملون، ده سؤال اختره معايا. اذا في المركب ZnCl2 يعتبر المركب نقط بسبب نقط بارا لوجود الكترونات مفرده في الدي، ضايا لوجود الكترونات مفرده في الدي، بارا لعدم وجود الكترونات مفرده في الدي، ضايا لعدم وجود الكترونات مفرده في الدي، ضايا لعدم وجود. ايا كانت، ايا كان نوع السؤال هتقدر تحل طالما انت فاهم معايا. طب مستر هو ممكن يعكس، ممكن يعكس السؤال؟ يعني انا هنا بديكي عدد التاكسد وانت بتجيبي العزم، ممكن انا هنا اديك العزم واقول لك عايز عدد التاكسد ازاي؟ بص يا محترم، لما اقول لك رقم 1 ايون المنجنيز عزمه بيساوي 4، عزمه بيساوي كام؟ يكون عدد تأكسده نقط. مين اللي قالت؟ ليه؟ تعال نوزع، هو المنجنيز اصلا 25 صح؟ كام يا جماعه؟ طيب ارجون 18 فور اس 3 دي، المفروض 25 يبقى هنا 2 وهنا كام يا جماعه؟ 5. جميل. طيب مستر هو بيقول لي عزمه كام؟ عزمه كام يا بنات؟ يبقى هو هنا في 4، يبقى فقد كام من الدي؟ 1. فقد كام من الدي؟ قبل ما يفقد من الدي، مش قلنا الحصه اللي فاتت لازم يفقد من، يفقد من الاس؟ يبقى فقد من الاس 2 و1 من الدي، يبقى موجب كام؟ يبقى الام ان موجب 3. واحده ثانيه عشان الناس اللي ما فهمتش، 2 ايون فناديوم، كلنا عارفين الفناديوم كام؟ 23، عزمه يساوي 3، عزمه يساوي كام؟ عدد
تأكسده نقط. مين اللي قالت؟ ليه؟ وزعي معايا. الفناديوم 23، أرجون 18، ها؟ 4S 3D. 4S كام؟ 4S كام؟ 2، 3D كام؟ 3. هو بيقول لي العزم بتاعه كام يا جماعة معلش؟ خلي بالك ده المفتاح أهو. يبقى الدي فيها 3. يبقى هو ما فقدش من الدي. طب هو عشان يفقد مش بيبدأ يفقد من الإس الأول؟ ما هو عشان أقول أيون انتقالي يبقى الإس بصفر. عشان أبدأ كده أقول بسم الله أيون عنصر انتقالي، العنصر ده هيبقى أيون، يبقى فقد 2. فقده منين؟ من الإس. يبقى هنا كده الإس بصفر، يبقى فقد 2 من الإس بقى موجب 2. يبقى حالة التأكسد هنا المقصود بيها موجب 2. ها؟ طب حد محترم يقول لي، حد محترم يقول لي حديد، أيون حديد عزمه 4، عزمه كم؟ في حالتي تأكسد هما نقط ونقط. أيون حديد أهو عزمه 4 في حالتي تأكسد. برنس يا بنتي ما شاء الله عليكي. اف اي 26، ارجون 18، 4 اس 3 دي. ارجون 18، 4 اس 3 دي. هو انا لما اقول العزم 4 يبقى ايه؟ يبقى الدي فيها 4. ها؟ فقد هو اصلا 26 يعني كان 2 6، يبقى فقد من الدي كام؟ ومن الاس كام؟ يبقى هو موجب 4. طب ما هو ممكن يا مستر كان 2 6، لو فقد من هنا الاثنين دول بس بقى دي فيها برضو 4، يبقى موجب 2 صح. يبقى حالة موجب 2 وحالة موجب، بس هو للأسف عشان كتاب المدرسة مش جايب غير موجب 2، مش جايب موجب 4 أصلا، جايب لك الحديد بيدي 2 و3 و6، فالناس كلها بتقول لك لا دي مش موجودة. لا أبدا موجودة. مش احنا قلنا الحصة اللي فاتت يا جماعة حالات التأكسد المتاحة كلها؟ يبقى هنا الحديد موجب 4 وموجب كام؟ 2. صعب الكلام ده؟ طيب سؤال للناس اللي بتفهم، سؤال للناس اللي بتفهم. بيقول لي هنا كده، اسمع يا محترم، اسمع يا محترم، هنا العزم المغناطيسي والعدد الذري لعناصر السلسلة الانتقالية الأولى هيبقى عامل ازاي؟ ها؟ هيزيد، هيزيد اهو من اول واحد مش من الصفر، ها، لحد ما يوصل اقصى قيمة، بعد كده يرجع يقل. صح. ممكن تثبته هنا كده في النص، هنا كده حتة كده اللي هي الكروم والمنجنيز، بس لو جالك كده عادي. طب واحد هيقول لي يا مستر انا ممكن اعملها طريقة تانية كده، يعني لو جه قال لي نفس الشكل اهو بس سؤال تاني، قال لي العزم، بص معايا كده محترم، وعدد الالكترونات المفردة بصفة عامة. مش احنا قلنا العزم يتناسب مع عدد الالكترونات المفردة؟ صح ولا ايه؟ يبقى العلاقة هتبقى كده. صح؟ الناس فاهمة يا جماعة الكلام ده؟ ها؟ طيب الايونات الملونة، الايونات، بيقول لك الايونات الملونة يعني ايه؟ وليه قال ايونات؟ قال لك عشان معظم العناصر الانتقالية ايوناتها ملونة. معظم العناصر الانتقالية وايوناتها ايه يا جماعة؟ ليه؟ يعني سيادتك لو جبت مثلا ملح الطعام كلوريد صوديوم هتلاقيه ابيض او عديم اللون، لو ما تدوبه في المية محلول الماء بيبقى ايه؟ عديم اللون. بيكربونات صوديوم، كربونات صوديوم لو جيت دوبته في المية هيديك محلول ايه؟ عديم اللون، صح؟ طب العناصر الممثلة اللي هي عناصر الاس والبي مركباتها دايما عديمة اللون، ليه؟ لما تجيب مثلا برمنجانات البوتاسيوم، لما تجيب ثاني كرومات البوتاسيوم، لما تجيب مثلا كبريتات نحاس ثنائي، كلوريد كروم ثلاثي، معظم المركبات دي لها الوان جميلة، فبنقول الالوان في المركبات اللي حوالينا راجعه للعناصر الانتقاليه، لان العناصر الانتقاليه معظم مركباتها وايوناتها هي يا جماعه ملونه، معظم مركباتها وايوناتها ملونه.
طب ايه السبب؟ اشمعنى الانتقاليه؟ قال لك بسبب، بص كتاب المدرسه بيقول ايه؟ الامتلاء الجزئي للمستوى الفرعي دي من كام لكام؟ من 1 إلى 9 إلكترون. من 1 إلى 9 إيه يا جماعة؟ إلكترون. بسبب الامتلاء الجزئي للمستوى الفرعي إيه دي؟ يعني إيه امتلاء جزئي؟ يعني مش كلي، يعني مش 10، يعني مش إيه يا جماعة؟ طب يا مستر، ما أنت الكلام ده كلام كبير قوي. طب ما تقول لي كده، لوجود الكترونات مفرده في الدي بس، هي ولا لا؟ تنفع الصيغه دي؟ تنفع يا جماعه الصيغه دي؟ لوجود الكترونات مفرده في الدي بس، يعني الايه؟ لا، انا بتكلم عن مركبات ايونيه، النحاس بيدي موجب 2 بيبقى الدي 9. ايونات يا جماعه، وايونات هنا يبقى حالات تاكسد. يعني لما اقول مثلا كبريتات النحاس الثنائي لونه ازرق CuSO4، لان سيو موجب 2، لما تيجي توزع السيو موجب 2 هتلاقي 4S 0 3D 9. طب حد ربط بين ده وبين ده يا جماعه؟ اخيرا صحيتي. صباح الخير، بينام كويس. مش كل ده فيه الكترونات مفرده في الدي، وده يبقى كل ما هو بارا كل ما هو ضايع، خلص الحكايه. بس بص، شوف دي شوف دي شوف دي كل شوف دي كل كل ايه بقى؟ يلا كل ما هو بارا مغناطيسي ملون، وكل ما هو ضايا مغناطيسي غير ملون. صليتوا على الحبيب. طب مستر، يعني ايه بارا؟ يعني بص يا محترم، يعني الدي اهي من 1 إلى 9، الدي من 1 إلى كام؟ غير ملون الدي 0، الدي 10، الدي ايه؟ جميل جدا. طب مستر، هو احنا بنشوف الالوان ازاي؟ واشمعنى الالكترونات لما تبقى مفرده في الدي يبقى ملون، ولما تبقى في الاس والبي غير ملون؟ قال لك عشان العناصر الانتقاليه الالكترونات المفرده بتاعتها في الدي لما بيسقط عليها الضوء المرئي، عارفين الضوء المرئي ولا لا؟ الضوء المرئي، الضوء الابيض، بيسهل اثارتها، بيحصل لها عمليه اثاره، فتطلع لك طيف خطي، تطلع لي ايه يا جماعه؟ ملون. طب مش احنا بنشوف الاجسام عن طريق الضوء، عن طريق انعكاس الايه؟ الضوء. فاحنا بنقول هنا لان الضوء المرئي، طاقه الضوء المرئي تكفي لاثاره الكترونات الدي. طب الاس والبي؟ لا تكفي لاثاره الكترونات الاس والبي، لان طاقه الضوء المرئي تكفي لاثاره الدي، لكن لا تكفي لاثاره الكترونات الايه؟ الاس والبي. طيب ما تيجي نصلي على النبي كده وناخد فكرة بسيطة كده، احنا كنا بنشوف الأجسام ازاي. السبورة دي كلنا شايفينها بيضة صح؟ واحد يقول لي عشان هي بيضة، هو ايه السبب؟ ايه اللي خلانا شفناها بيضة؟ ايه اللي خلى عيني انا شفتها بيضة؟ قال لك هي بيسقط عليها ضوء أبيض. ضوء ايه يا جماعة؟ يبقى الضوء الساقط عليها أبيض. الناس اللي فاهمة في الفيزياء هتقول لي يا مستر الضوء الابيض ده عباره عن طيف كهرومغناطيسي بيتكون من ايه؟ ها؟ ضوء مرئي بيتكون من 7 انواع من الفوتونات. 7، ها؟ انتوا بتقولوا مجازا 7 الوان. ما كلمه 7 الوان معناها 7 انواع من الفوتونات، كل فوتون، كل نوع من الفوتونات دي ليه لون معين، طول موجي معين، تردد معين، الكلام ده كله. فبقول لك هنا الطول الضوء الابيض ده محصله كام لون يا جماعه؟ يلا، محصله 7 الوان. لو سقط على الجسم وانعكس كله لعينيا، دي العين،
انعكس كله. يعني ايه؟ يعني انعكاس لمحصلة سبع الوان. هيوصل لعينيا محصلة السبع الوان، هشوف الجسم ابيض ولا لا؟ اللي وصل لعينيا ابيض، ففي الحالة دي هشوف الجسم ده ابيض. يبقى اذا سقط الضوء الابيض على جسم وانعكس السبع الوان يبدو الجسم لينا بالايه؟ باللون الابيض. تمام؟ طيب لو سقط الضوء اهو، ده ضوء ابيض، ده ضوء ايه يا جماعة؟ محصلة كام لون؟ محصلة سبع الوان، ولم يصل لعينيا اي لون، يعني ما انعكسش، يعني امتص كله اهو، هنا عكس كله، هنا ها امتص كله، امتص السبع الوان، السبع انواع من الفوتونات. هل هنا هيوصل لعينيا حاجه؟ يبقى اشوفه ايه؟ اسود. امتى بقى بشوف الملون؟ قال لك سقط الضوء كده، ده ضوء ابيض ساقط على الجسم. هو ساقط اصلا محصلة كام لون يا جماعة؟ محصلة كام لون يا اخوانا؟ سبع الوان. فالجسم هنا امتص منه لون، امتص منه ايه؟ امتص منه اهو، امتص منهم الاحمر، امتص من السبع ليه يا جماعة؟ ينعكس ست الوان ولا سبع الوان؟ ستة ولا سبعة؟ يبقى يوصل لعينيا هنا محصلة ستة. يوصل لعينيا محصلة كام؟ هل محصلة الستة زي محصلة السبعة؟ محصلة السبعة كانوا ضوء أبيض، نقصوا لون استحالة هيبقوا أبيض، استحالة هيبقوا إيه؟ عشان كده بنقول هنا هو سقط امتص اللون الأحمر، يبقى اللون الأحمر هنا ممتص. اللون الأحمر إيه يا جماعة؟ انعكس محصلة ستة اللي هم الأخضر، يبقى ده لون متمم. لون إيه يا جماعة؟ فلما أقول لك هنا لو الجسم امتص واحد من السبعة هيعكس المتمم ليه. يعني إيه يا مستر كلمة متمم؟ يعني الستة الباقيين غيره، محصلة ها الستة الباقيين غير محصلة الستة غير الأحمر هيبقوا أخضر. طب انت ليه يا مستر بتقول لي متمم؟ يعني ده ممتص وده متمم، ايه حكايه المتمم؟ اللون ده لما اقول بيتمم اللون ده يبقى لما تخلطهم مع بعض يدوك ابيض، لما تخلطهم يدوك ايه؟ ابيض. طب اشمعنى؟ هو مش اللون ده محصله سبعه سته؟ ناقصهم ايه؟ ناقصهم ليه يا جماعه؟ لما رجع لهم الاحمر بقوا كام؟ سبعه. بقوا كام؟ طب السبعه دول مش يدوني ابيض؟ يبقى الالوان المتتامه ها الالوان الايه؟ المتتامه عند خلطها معا ها يبدو اللون الايه؟ الابيض، او نشر باللون الايه؟ تبدو الماده باللون الايه؟ يبقى لما اقول لك الاجسام الالوان المتتامه يعني ده بيتمم ده، يعني لما تخلطهم مع بعض يدوك ايه؟ بس الله يرضى عليكم انا هنا بتكلم عن فوتونات ضوء وليست الوان عاديه. بتكلم عن ايه؟ فوتونات ضوء وليست الوان عاديه، عشان في ناس هتاخد كلامي وتروح تقول يا مستر يعني الاحمر والاخضر يدوني ابيض؟ يروح يجيب قلم احمر وقلم اخضر ويعملهم على بعض مش هيدوك ابدا ابيض، يجيب اصفر ويجيب بنفسجي ويخلطهم مع بعض، استحاله. معايا؟ اللون الاحمر بيتمم الاخضر، يعني ضوء فوتون الضوء الاحمر لما بيقابل فوتون الضوء الاخضر ها بيدوني ضوء ايه؟ ابيض. عرفنا يعني ايه الوان متتامه؟ عرفنا ليه بيبدو الاثنين مع بعض بضوء الابيض؟ طب لما اقول لك في الامتحان يبدو مركب كلوريد الكروم الثلاثي باللون الاخضر هتقول لي ايه؟ يبدو مركب CrCl3 باللون الاخضر لانه بيمتص اللون الاحمر وبيعكس الاخضر، لانه بيمتص اللون الاحمر وبيعكس. فلما اقول لك الجسم بيبدو او الماده بتبدو بالايه؟ باللون المتمم للون الممتص، يعني اللون اللي بيوصل لعينيا. طيب لا مستر لو انا عندي كروم اهو ثلاثي وعندي كروم ثنائي، يعني سؤال في دليل التقويم محترم او بيقول لهم ايه؟ عندك الكروم الثلاثي لونه اخضر ها
والكروم الثنائي لونه ازرق، فسر. ما تقوليش هنا بقى ايه، لان ده بيمتص اللون كذا وبيعكس كذا، لكن ده بيمتص اللون كذا وبيعكس كذا. لا، امال هتقولي ايه؟ طالما الاثنين نفس العنصر اهو كروم وكروم، يبقى هنا في اختلاف في عدد التاكسد. طالما نفس الايه يا جماعه العنصر، ها، نفس الكروم هو الكروم. بص كده على عدد التاكسد، سي ال سالب كام؟ في 3 بسالب 3 يبقى ده موجب 3. سي ال سالب 1 في 2 بسالب 2 يبقى ده موجب 2. جميل جدا. هنا كده لما نيجي نوزع ارجون 18 4 اس 3 دي، ارجون 18 4 اس 3 دي، الكروم اصلا 24، يعني 1 5 فقط 3، يبقى فقط 1 من هنا و3 من هنا. مستر 3 ايه و2 من هنا، ماشي. فقط هو كان 1 5 فقط 3، يبقى 1 من هنا و2 من هنا، اتبقى لي كام؟ 0 3. طب هنا 1 5 فقط كام؟ يبقى 1 من هنا بقى ده 0، و1 من هنا بقى ده كام؟ 4. هل عدد الالكترونات المفرده هنا قد هنا؟ اختلف اللون ولا لا؟ يبقى لما اقول لك هنا يختلف لون ده عن لون ده مع انهم نفس العنصر، تقولي ليه اختلاف؟ ها؟ عدد الايه يا جماعه؟ الالكترونات المفرده فين؟ في المستوى الفرعي دي، او هنقول هنا في الثري دي. يبقى معنى كده ان كاتيونات العنصر الواحد الوانها بتختلف. اه، حديد 2 غير حديد 3، حديد 2 مثلا اخضر، حديد 3 بني محمر. معايا؟ كروم ثنائي اهو ازرق، كروم ثلاثي اخضر. علينا يا جماعه الحته دي بالله عليكم. مركب الكروم الثلاثي لونه اخضر، مركبات الكروم الثلاثي لونها ايه؟ ده مهم جدا. طيب مستر، هو احنا دلوقتي عرفنا ان الاحمر بيتمم الاخضر، يعني لو الجسم سقط عليه ضوء امتص الاحمر هيعكس المتمم ليه اللي هو الاخضر، طب لو امتص الاخضر هيعكس المتمم ليه اللي هو الايه؟ الاحمر، صح؟ طيب في نقطه صغيره، احنا هنحفظ الكلام ده، هتحفظ عندك ثلاث الوان، الاحمر بيتمم الاخضر والاخضر بيتمم الاحمر، الازرق بيتمم البرتقاني والبرتقاني بيتمم الازرق، البنفسجي بيتمم الاصفر والاصفر بيتمم البنفسجي. يبقى لما اقول لك مركبات النحاس الثنائي تبدو باللون الازرق، تقول لي ليه؟ لانها تمتص اللون البرتقاني وتعكس اللون الازرق. صعب الكلام ده؟ طيب ما تصلوا على النبي. ايه النشاط الحفزي؟ بيقول لك ان العناصر الانتقاليه عندها نشاط حفزي. مش فاهم يعني ايه عندها نشاط حفزي. معظم العناصر الانتقاليه لها نشاط حفزي، يعني عوامل حفازه، بتستخدم كعوامل حفز، عوامل مساعده. اشمعنى؟ قال لك الاشتراك الكترونات 4s و3d في تكوين روابط بين المتفاعلات. يعني ايه؟ يعني لما اقول لسيادتك انا عندي مثلا n2 زائد h2 بيدي نشادر، التفاعل ده تخيله عشان يتم محتاجين نكسر الرابطه اللي بين الn والn، والرابطه اللي بين الh والh عشان نكسرها محتاجين 3000 درجه سيليزيوس عشان الروابط دي قويه. لو حطينا حته حديد بتنزل الدرجه دي ل 550 او 500، قلت كتير جدا. اه ليه؟ لان العامل الحفاز ده بيقلل الطاقه اللازمه، بيقلل الطاقه. ما هو الحديد هنا عامل حفاز، قلل الطاقه اللازمه دي ازاي؟ قال لي مبدئيا هو بيعمل ايه؟ بيعمل لما بنحط الحديد كده بيقوم مجمع المتفاعلات مع بعضها. يجمعها مع بعضها ازاي؟ يقوم جاي هنا اهو مجمع ده، مقربه من ده، مقربه من ده، بدل ما كانوا منتشرين في مساحه كبيره، ها، يقربهم في مساحه قليله. طب لما يقربهم في مساحه قليله ايه اللي هيحصل؟ التصادمات بينهم هتزيد. التصادمات بينهم لما تزيد، مش الروابط اللي ما بينهم اللي في الجزيء نفسه هتضعف؟ الروابط هت ايه؟ عمالين يخبطوا في بعض، الروابط ضعفت، صح؟ اقل خبطه بعد كده ممكن تكسر روابط ويحصل التفاعل. فعشان كده بنقول ان هنا العناصر الانتقاليه هنا تستخدم كعوامل حفز. اشمعنى؟ عشان بتعمل روابط تكافؤ بين المتفاعلات، فتجمعها او تركزها على سطح الحافز في مساحه قليله. لما تركزها في مساحه قليله ايه اللي هيحصل؟ التصادمات بينها هتزيد، فالروابط اللي بين اللي فيها هتضعف. لما تضعف الروابط، ها،
الطاقة اللازمة لكسرها هتقل. الطاقة اللازمة لكسرها اللي هي طاقة التنشيط، اللي هي طاقة اللي يا جماعة التنشيط هتقل. طب اشمعنى الحديد؟ اشمعنى العناصر الانتقالية اللي استخدموها في الحوار ده؟ قال لك مبدئيا العناصر الانتقالية عوامل حفز مثالية لاشتراك، بص معايا كده الكلام الكبير ده، لاشتراك الكترونات. الكترونات ايه يا مستر؟ المستوى الفرعي 4S والمستوى الفرعي ايه 3D، في ايه؟ في تكوين روابط، ها، تكافؤ مؤقتة بين المتفاعلات. ها، ايه اللي هيحصل؟ مما يعمل على تجميعها، ها، او تركيزها على سطح الحافز. طب ايه اللي هيحصل برضو يا مستر لما تتركز على سطح الحافز؟ ها، مما يضعف الروابط او هيزيد عدد التصادمات فتضعف الروابط وتقل طاقة التنشيط. فاحنا بنلخصها في 3 كلمات اللي هما ايه؟ اول خطوة اشتراك الكترونات 4S و3D في تكوين روابط بين المتفاعلات، مما يؤدي الى ايه؟ الخطوة التانية تجمعها في مساحة قليلة، بعد كده ها يزيد عدد التصادمات فتضعف الروابط وتقل طاقة التنشيط. هي ايه يا مستر طاقة التنشيط دي كده؟ طاقة التنشيط دي يا جماعة هي اصلا تعرفها كده، الحد الادنى من الطاقة التي يجب ان يمتلكها الجزيء ليتفاعل عند التصادم. الحد الادنى، ها، من الطاقة التي يجب ان يمتلكها الجزيء ليتفاعل عند التصادم. احنا بنقولها كده اهي، اقل بالبلدي بقى، طاقة لكسر الروابط. اقل طاقة لايه؟ اقل طاقة تلزم لكسر الايه؟ وبدء التفاعل بالبلدي. لكن تعرفها علميا، الحد الادنى من الطاقة التي يجب ان يمتلكها الجزيء ليتفاعل عند التصادم. ماشي، فهمنا؟ ماشي. طيب اشمعنى برضو الكترونات، اشمعنى قصدي العناصر الانتقالية، قلنا عشان الكترونات اللي بقى يا جماعة يلا، ها، 4S و3D. طيب ماشي، طاقة التنشيط بتقل، طاقة التنشيط بتقل، فالتفاعل بيبقى ايه؟ بيبقى اسرع. التفاعل بيبقى ايه يا جماعة؟ طيب ادي طاقة التنشيط قلت، يعني المتفاعلات كانت كده بالمنظر ده. يلا نركز كده في المثال ده اهو، انا عندي هنا الطاقة، عندي هنا ايه يا جماعة؟ وهنا مسار التفاعل او سير التفاعل او اتجاه التفاعل ايا كان. دايما اللي جنب الصادي المتفاعلات، دايما اللي جنب الصادي ايه؟ اللي بعيد عن الصادي النواتج. انا عندي هنا طاقة المتفاعلات اهي، دي المتفاعلات، ولتكن طاقتها 50. طاقة النواتج اهي كانت 30. كانت كام يا جماعة؟ طيب دي كده النواتج، دي كده المتفاعلات، بقت كده. طاقة المتفاعلات اكبر ولا النواتج اكبر؟ المتفاعلات اكبر، صح؟ طيب ايه مثلا زائد البي اداني الاي بي، ها، طاقة المتفاعلات كانت 50، النواتج كانت 30. طب المتفاعلات لما تحولت لنواتج طاقتها قلت ولا زادت؟ طب النقص ده راح فين؟ النقص ده خرج في صورة هيت، حرارة. يبقى الحرارة اللي خرجت دي مقدارها كام؟ يبقى التفاعل ده هيطلع حرارة ولا هيمتص حرارة؟ يبقى ده نسميه تفاعل طارد للحرارة. تفاعل ايه؟ يبقى لما الاقي المتفاعلات اكبر من النواتج يبقى التفاعل ده طارد. طب لو لقيت العكس يبقى ماص. يبقى ايه يا جماعة؟ طيب المسافة دي كده ما بينهم هي مقدار الطاقة اللي خرجت، مش دي 30 ناقص 20 ايه ناقص 50؟ بنسميها بقى علميا حاجة اسمها دلتا اتش، ودلتا اتش هنا تطلع سالب. ليه؟ لان دلتا اتش اصلا بتساوي النواتج ناقص المتفاعلات. دلتا اتش بتساوي ايه؟ النواتج، ها، ناقص الايه؟
طيب هنا تطلع كام؟ 30 ناقص 50 تبقى سالب 20. بالبلدي لو لقيت دلتا اتش سالبه يبقى طارد، سالبه يبقى ايه؟ طيب من هنا لهنا اسمها طاقه التنشيط. هي ايه من هنا لهنا دي يا مستر؟ شايفين المسافه دي كده؟ اهي من المتفاعلات اهي لحد اعلى نقطه اسمها طاقه التنشيط. اسمها طاقه ايه يا جماعه؟ يعني لو انا قلت مثلا هنا 80 يبقى طاقه التنشيط المسافه دي كده اللي هي كام؟ من 50 ل 80 تبقى 30. من 50 ل 80 كام؟ انا بجيب طاقه التنشيط ازاي يا جماعه من التفاعل؟ يلا من المتفاعلات اهي لحد اعلى نقطه اسمها طاقه الايه؟ طب احنا لما نستخدم عامل حفاز، عامل حفاز، هل طاقه التنشيط هتفضل 30؟ قال لك لا، هتيجي كده اهي، هتلاقي الشكل عمل كده. المنحنى اتغير، اتغير بقت دي اهي المسافه دي كده، شايفين دي كده الحته دي كده بقت طاقه التنشيط الجديده. نقول عليها ايه بقى؟ طاقه ها التنشيط الجديده. الجديده يعني ايه؟ يعني بعد العامل الحفاز. يعني ايه؟ بعد العامل الحفاز. يبقى لما يقول لك في الرسم الشكل ده كده، المسافه دي كده، السهم ده كده، يعبر عن ايه؟ تقول لي طاقه التنشيط قبل العامل. تقول لي طاقه التنشيط ايه يا جماعه؟ قبل العامل. طب المنحنى ده كده او السهم ده كده طاقه التنشيط بعد الايه يا بنات؟ بعد الايه يا بنت هناك؟ العامل. طب مستر الشكل ده بيعبر عن منحنى ايه؟ ها؟ منحنى بي. ايهم ايه او بي طاقه التنشيط باستخدام عامل؟ ايهم بدون استخدام عامل؟ طب السؤال جه في الامتحان قبل كده بيقول لهم المنظر ده كده اهو، اهو الشكل هنا كده والشكل هنا كده. طبعا لما تبقى الارقام على الصادي نقدر نحسبها بسهوله. دلتا اتش اللي هي من هنا لهنا، طاقه التنشيط بدون عامل اللي هي من هنا لهنا، هنا باستخدام العامل هتبقى من هنا لهنا، خلاص سهله صح. طيب لما يجي يقول لك هنا الطاقه وتحت مسار التفاعل ويقول لك الشكل ده كده والشكل ده كده اهو المنظر كده، ويقول لي ايه؟ ويقول لي نصا كده اهو المسافه دي كلها 190 كيلو جول، والمسافه دي 260 كيلو جول، والمسافه دي 220 كيلو جول. يقول لك في الامتحان عايز رقم واحد، رقم اتنين، رقم تلاتة، رقم اربعة، رقم خمسة. يا نهار ابيض، خمس حاجات. واحد نوع التفاعل، اتنين طاقة التنشيط، طاقة ايه يا جماعة؟ قبل العامل، طاقة التنشيط بعد العامل، النقص في طاقة التنشيط ها طاقة التفاعل. بسيطة جدا. أول حاجة نوع التفاعل، المتفاعلات أكبر من، يعني لما نيجي نقول فرضا دي 10 دي 20 يبقى 10 ناقص 20 سالب، يبقى دلتا اتش سالب يبقى طارد. يبقى أول حاجة عندنا نوع التفاعل إيه؟ لأن النواتج أقل من المتفاعلات. لأن النواتج أهو طارد، لأن النواتج ها أقل من في الطاقة. دلتا اتش هتبقى ايه؟ سالبة. هي ايه دلتا اتش دي؟ دلتا اتش دي يا جماعة اللي هي الفرق في الطاقة بين المتفاعلات والنواتج، النواتج ناقص المتفاعلات، أو بنسميها كده طاقة التفاعل. بنسميها ايه؟ اللي هي الطاقة اللي بتخرج من التفاعل أو بتمتص للتفاعل في الماس. طيب أو بنسميها محصلة الطاقة المنطلقة. محصلة الطاقة الايه؟ طب انا هنا ليه بقول منطلق؟ عشان ده طارد، لو ماس هقول ممتصه، لو ماس هقول ايه؟ طيب ما تصلوا على النبي، انا عايز اجيب يلا طاقه التنشيط قبل العامل كم؟ ليه 190؟ مش من هنا لهنا دي قبل العامل تبقى دي 190، بعد العامل، بعد العامل هنا هتبقى المسافه دي، بعد العامل دي اهي المسافه دي يا جماعه اهي. يلا صلوا على النبي كده عشان نجيبها مع بعض. هي دي كده
220 ازاي 220 لحد هنا يا جماعه؟ طب مش دي 220 ودي 260، تبقى 260 ناقص 220 تطلع دي ب 40. تطلع دي بكام؟ يبقى هي كانت من هنا لهنا نقصت ال 40. طب مش هي كانت 190 نقصت ال 40 تبقى بقت كام؟ بقت كام يا جماعه؟ يبقى بعد تبقى 150. نقصت بمقدار كام؟ النقص 40. النقص كام؟ النقص كام؟ طب مستر طاقه التفاعل اللي هي المسافه دي، ها المسافه دي كام؟ ها 260 دي كلها ناقص 190 دي كلها، تبقى دلتا اتش هنا هتساوي سالب 70. سالب كام يا جماعه؟ 260 ناقص 100 وكام؟ و90. المسافه دي كده اللي هي هتطلع بكام؟ ب 70. طب مستر انت ما حطيتش سالب. ما هو قال الطاقه، امتى احط سالب؟ لو قال لي دلتا اتش، لان كلمه دلتا اتش بتساوي سالب كل حرف بمعنى. دلتا معناها تغير في الطاقه، يعني الطاقه المنطلقه او المنتصف. طيب اتش المحتوى الحراري، هيت كونتنت او الطاقه بتاعت المتفاعلات والنواتج، الفرق في الطاقه. فلما اقول دلتا اتش هتقول لي الفرق في الطاقه بين المتفاعلات والنواتج. ناقص دي اللي هي سالب معناها ان هو طارد، لو زائد يبقى ماس. يبقى ايه يا جماعه؟ طب الماس هيبقى شكله عامل ازاي؟ هيبقى ده فوق وده تحت، خلاص هيبقى ايه؟ ده فوق وده ايه؟ تحت. صعب السؤال هنا، صعب السؤال يا جماعه. طيب عندنا امثله للعناصر الانتقاليه كعوامل حفز، من ضمنها واحد الحديد، بيستخدم زي ما قلنا في اول الحصه في تحضير النشادر ان اتش 3 في الصناعه بطريقه مين؟ هابر بوش. يستخدم في تحضير النشادر في الصناعه بطريقه مين؟ هابر بوش. طيب عندكم المعادله في الكتاب. اتنين عندنا النيكل المجزأ، بيستخدم في هدرجه الزيوت. النيكل المجزأ يعني ايه مجزأ؟ يعني متقطع حتت عشان يزود من مساحه السطح فايه؟ يسرع التفاعل اكتر. طيب النيكل المجزأ بيستخدم في هدرجه الزيوت، يعني تحويل الزيت لسمنه. بنحول مركب غير مشبع لمشبع، ده في العضويه ان شاء الله هناخده بعد كده. طيب في بعد كده عندنا يستخدم خامس اكسيد الفانديوم V2O5، عندكم المعادلات دي او الامثله دي V2O5 في تحويل الايه؟ في تحضير حمض الكبريتيك في الصناعه بطريقه الايه؟ التلامس. طب تعالوا ناخد المعادله دي بس سريعا كده. انا عندي هنا SO2 ده غاز ثاني اكسيد الكبريت، لما بيلامس غاز الاكسجين بس بشرط على سطح ال V2O5 ده كده خامس اكسيد الفانديوم. مش الفانديوم ده يا جماعه عنصر انتقالي؟ اكسيده عامل حفاز، وهنا نسخن ل 450 درجه سيليزيوس. 400 وكام يا جماعه؟ و50. هيدينا SO3. هيدينا ايه يا محترمين؟ هنا 2 هنا 2. الاس او 3 ده مش حمض كبريتيك، ما هو الاس او 3 ده غاز حامضي. هيعمل ايه؟ بص كده معايا اهو، هيتفاعل مع الميه ويدينا ايه؟ H2SO4. طب مستر هما ليه سموها طريقه تلامس؟ ليه سموا دي طريقه تلامس؟ عشان انت كل الحكايه بتجيب خامس اكسيد الفانديوم، هو بيبقى احنا قلنا بيعمل على ايه؟ تكوين روابط، بيجمع المتفاعلات، فبيجمع SO2 واوتو ثاني اكسيد الكبريت والاكسجين، بيجمعهم على سطحه، فلما بيلامسوا بعض على سطحه بيحصل ما بينهم الايه؟ التفاعل، فيدوني ثالث اكسيد الكبريت غاز حمضي يدوب في الميه ويدي حمض كبريتيك. سموها طريقه الايه يا جماعه؟ يبقى لما اقول لك عندنا كم مثال خدناهم؟ ثلاثه، واحد الحديد عامل حفاز في تحضير النشادر في الصناعه بطريقه مين؟ هابر بوش، اللي هو ان 2 زائد 3 اتش 2 يدينا 2 ان اتش 3، المعادله عندكم. طيب الطريقه الثانيه او المثال الثاني النيكل المجزأ في هدرجه الزيوت. المثال الثالث هنا اللي هو ايه؟ خامس اكسيد الفانديوم كعامل حفز في ايه؟ تحضير حمض الكبريتيك في الصناعه بطريقه التلامس. وعندكم مثال في الكتاب برضو مكتوب لي هنا على السهم، ها 2 اتش 2 او 2، سهم كده 2 اتش 2 او زائد او 2. مبدئيا دي يا جماعه اسمها ميه الاكسجين او المطهر اللي انتوا بتجيبوه من الصيدليه، بس اسمه علميا ثاني اكسيد الهيدروجين او فوق اكسيد هيدروجين. فوق اكسيد اللي ايه يا جماعه؟ بينحل لميه وايه؟ وغاز اكسجين. طيب ده انحلال عادي، اصلا المطهر ده مجرد ما بتجيبه وبتعمل فيه ايه؟ بتحطه كده بتفضيه اصلا بتلاقيه عمل لك فوران، صح؟ لو انت عايز الفوران ده يبقى جامد، عارفين انتوا التجارب اللي على اليوتيوب لما بيجيبوا حاجه يحطها في اناء كده او في انبوبه طويله كده ويبعد يلاقي عملت نافوره كبيره كده،
هو التفاعل ده، بس بيحطوا هنا عامل حفاز او ماده مؤكسده عشان تساعد على الايه؟ سرعه التفاعل، تخلي التفاعل يبقى اسرع، يبقى اكبر، بيحطوا هنا ام ان او 2. طب مش الام ان ده عنصر انتقالي؟ اكسيده عامل حفاز ولا لا؟ يبقى العامل الحفاز ممكن يكون عنصر انتقالي لوحده، ممكن يكون اكسيده، ممكن يكون مركب عنصر انتقالي. معايا يا اخوانا؟ هنا الام ان او 2 ثاني اكسيد المنجنيز يستخدم كايه؟ عامل حفز في ايه؟ انحلال فوق اكسيد الهيدروجين. صعب الكلام؟ لا ما بيدخلش، ما فيش عامل حفاز بيخش في التفاعل. تمام؟ طيب السؤال هنا مستر، هو احنا كده خلصنا؟ انا كده خلصت الخواص العامه. خواص الايه؟ فاضل شويه رخامه هنقولها الحصه اللي جايه مع الواجب.